بدون الكاوتش فعلا مش عايزيننا نتحرك. شيف انت ايه ده، انت ولعت فينا كمان، احنا كمان يا سبايدي. طب الحق الحق، راس عمك عادل، راس عمك عادل بتطلع دخان يا عم عادل، عيب اللي انت بتعمله ده. بص بص والله راسه بتطلع دخان، ده بيسحب من بقه ويطلع من مناخيره. يا عم عادل انت ايه متظبط ومروق نفسك يا عم؟ استنى دوستني انت، حرام عليك يا سبايدي، ركبني معاك بتعمل ليه كده؟ طب والله العظيم لا بقى، لا اجي امسكك اسلمك للشرطه. اوف يا ابن الايه لذينه، شفت فنجرت نفسك انت دلوقتي يا عم عادل. تعالى معلش يا عم عادل، تعالى تعالى بدخانك ببابا غنوبك، تعالى تعالى. انا بقى مش عايز ازعلك يا سبايدر، انت عمال تضرب عليا وانا سايبك. ده كان مسدس الكهرباء، ربنا يستر. لا مش هتعرف تضربني عشان احنا اصدقاء. تعالى تعالى نخش على الضباط بتوع الشرطه نضربهم بعصايه البيسبول. نفسي اضرب عادل على دماغه بالعصايه ديت، بس العصايه يلا تتكسر صح. والله العصايه اللي تتكسر، ده دماغه دي مصفحه عاملينها في حديد المصريين صح، دماغه عاملينها في حديد المصريين. حديد المصريين، امان وسلام وتحية وتحيا جمهورية مصر العربية. بص عمك عادل، عمك عادل الوحيد اللي مش هيلبس خوذة، مفيش خوذة على مقاسه اصلا والله. لا توريه، وريله بس راسه عاملة ازاي صح. روح امشي اقف جنبه كده، ده نجيب له خوذة ايه، نكسر وش العربية ولا ظهر العربية. ايوه هي دي، نجيب له العربية ديت ونربسها في دماغه. انما ايرون مان بص جاهز جايب خوذته، وسبايدر مان معلم شويه عناكب فوق وورا وقدام وايه ودلع. طب استنى بقى ناخد عادل معانا، ده نربطه في الكاوتش. معاك حبل يا سبايدي؟ بكره خلاص خليك هنا.